السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الاجتماعيات للصف الأول متوسط. درسنا لهذا اليوم هو راح نقرأ ملخص دولة حمير. دولة حمير تعريف، وهي إحدى الممالك العربية القديمة التي أقامت في اليمن وسكنوا المنطقة الساحلية للبحر الأحمر. سؤال: كيف أسس الحميريون دولتهم؟ الجواب: استطاعوا بعد سلسلة من الحروب والنزاعات من القضاء على مملكة سبأ، وأسسوا لهم دولة عاصمتها ظفار. هذا إذا يجي فراغات. هنا عندنا مجموعة فراغات. أطلق على ملوك دولة حمير لقب ملك سبأ وذو ريدان. كان نظام الحكم فراغ ملكيا وراثيا. لقد أطلق لقب فراغ على كل ملك من ملوك حمير حكم اليمن. الجواب هو تبع. أول من تلقب بهذا اللقب هو فراغ الحارث ابن ذي الشمر. هنا عندنا تبع تعريف، وهو لقب أطلق على كل ملك من ملوك حمير حكم اليمن. هنا عندنا سؤال: ما هي الأحداث التي حدثت في عهد الحميريون؟ الجواب: أصبحت هذه المملكة هي محط أطماع الفرس والبيزنطيين الذين قاموا بدفع الأحباش لاحتلال اليمن والسيطرة عليها، ولم يكتفوا باحتلال اليمن وإنما جهز قائدهم أبرهة الحبشي حملة للسيطرة على مكة المكرمة، لكنها فشلت بأمر الله تعالى وقدرته، ومات أبرهة فيها، وقد أشار لها القرآن الكريم في سورة الفيل. هذا هو الجواب. سؤال: ما هي الديانات التي ظهرت في الدولة الحميرية؟ الجواب: بدأت الديانة اليهودية والمسيحية بالانتشار، وكان انتشار المسيحية تدريجيا عن طريق المبشرين المسيحيين والإرساليات المسيحية من الحيرة وبلاد الشام. زين، هنا عندنا سؤال: كيف سقطت الدولة الحميرية؟ الجواب: في سنة 340 ميلادية هاجم الأحباش اليمن واستولوا عليها، لكن في سنة 378 استطاع اليمنيون من إخراجهم وأطلق على الحملة حملة الحبشية الأولى. ثانيا: بسبب التعاون البيزنطيين مع الأحباش وتجهيز حملة عسكرية للقضاء على الحميريون. ثالثا: اتبع الأحباش سياسة المهادنة مع اليمنيين إذ اعتمدوا على الأمراء في الإدارة. هذه النقاط أدت إلى سقوط الدولة الحميرية. هنا عندنا تعليل: قيام الأحباش بالحملة الحبشية الأولى. الجواب: للدوافع سياسية واقتصادية وتجارية ودينية. سؤال: كيف تحررت اليمن من حكم الأحباش؟ الجواب: هنا عندنا ثلاثة نقاط. استنجد أهل اليمن بالدولة الساسانية التي كانت على عداء مستمر مع البيزنطيين لطرد الأحباش. ثانيا: ساعدهم ملكها أنو شروان بقوة أبحرت من الخليج العربي ونزلت في جنوب اليمن في 8 سفن، وصارت 6 سفن واستطاع طرد الأحباش. ثالثا: تحررت اليمن وأصبح سيف ابن ذي يزن حاكم عليها، إذ وافق على دفع جزية وخراج يؤديها كل عام، بعدها أصبح ملكا على اليمن. زين، هنا عندنا تعريف سيف ابن ذي يزن، وهو حاكم الدولة الحميرية الذي استنجد بأنه شروان ملك الدولة الساسانية لطرد الأحباش من اليمن وأصبح ملكا عليها سنة 575. سؤال: ما هي إنجازات الحميريون؟ الجواب: أولا، ساعدهم موقعها الساحلي للإسهام في الحركة التجارية. ثانيا: تاجروا بالبخور واللبان والصمغ. ثالثا: عملوا بالزراعة وأقاموا السدود الصغيرة. رابعا: أقاموا بترميم سد مأرب القديم. سؤال: ما هي الديانة التي اعتنقها ملوك حمير؟ الجواب: دلت النقوش التي عثر عليها والتي تعود لأحد ملوك الحمير وهو ملك كرب، أنه كان يعبد ذي سماوي أي بعل السماوات والأرض، ومعناه أن اليمانيين كانوا موحدين ويعتقدون بوجوه إله عظيم وهو رب السماوات والأرض، فضلا عن عبادة قسم آخر منهم لعدد من الآلهة الأخرى. زين، هنا عندنا السؤال الأخير: ما هي الإنجازات الحضارية لشبه الجزيرة العربية وبلاد الشام؟ هذا الجواب نقاط من الكتاب. صار واضح؟ هذا ملخص درسنا لهذا اليوم. بالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.